إذن طقس المتقلب نسبياً ما زال مسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ورح بيكمل معنا للأيام اللي جاية، ومتوقعين ابتداء من نهار الثلاثاء نرجع نشهد ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. بالعودة لليلة طقس عم بيكون غائم جزئياً ضباب على المرتفعات، الليلة احتمال كتير بسيط نشهد أمطار خفيفة ومتفرقة وخاصة على المرتفعات. الليلة الحرارة ببيروت 21 درجة، 8 درجات بالأرز، بعلبك 16، زحل 15، وصول 21 درجة. بكرة الطقس عم بيكون قليل غيوم لغائم جزئيا، كمان نسبة الرطوبة عم بتكون مرتفعة. بكرة الحرارة ببيروت 30 درجة، الأرز 18، طرابلس 13، 32 درجة ببعلبك، 24 حاصبية، وصول 28 درجة. الرياح عم تكون جنوبية غربية، حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة المي 24 درجة، أما نسبة الرطوبة فعم تتراوح بين 55% و90%. طقس الأيام اللي جاية على الشكل التالي، بكرة السبت والأحد طقس عم بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا، عم تكون نسبة الرطوبة مرتفعة، لنهار التنين ارتفاع لل 31 درجة، أما نهار الثلاثاء 32 درجة، وأكيد بالأيام اللي جاية رح نرجع نشهد ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والطقس عم بيكون لنهار التنين والثلاثاء قليل الغيوم لغائم جزئيا. هذا كان كل شيء بنشرتنا لليلة، عودة لعندك يا زبك وريمي.